مشاهدينا الأكارم في كل الأماكن، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر، وحيكم ومباريات اليوم الثاني لدوري خالد بن محمد للمراكز الشبابية، حيث مباريات المجموعة الثانية بدأت في يوم الأمس، اليوم الأول لهذه البطولة، البطولة في نسختها رقم 5. اليوم فريق الحورة والقضيبية أو مركز شباب الحورة والقضيبية يلعب في مواجهة الرفاع الشرقي، مركز شباب الرفاع الشرقي على صالة مدينة خليفة الرياضية، وفريق الرفاع الشرقي سيبدأ هذا اللقاء بالألوان البيضاء والسوداء، بينما الفريق الآخر فريق الحورة والقضيبية راح يبدأ بالألوان الخضراء. بالأمس شاهدنا بداية هذه المجموعة بفوز النعيم على دمستان بستة أهداف مقابل هدف، واليوم مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضا القرية وكرباباد، ثاني أيام البطولة، قيادة تحكيمية في هذا اللقاء ستكون لوليد محمود، عبد الرحمن الدوسري ومحمد بونفور، 20 دقيقة في زمن الشوط الأول وأيضا 20 دقيقة في زمن الشوط الثاني بنظام كرة القدم داخل الصالات الفوتسال، ولكن هناك بعض التعديلات فيما يتعلق بالوقت، يعني الوقت ما يوقف في حالة خروج الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يستعد فريق مركز شباب الرفاع الشرقي لبداية هذا اللقاء بتشكيل يتكون من بدر فخر وحارس مرمى، والرباعي محمد حمد مبارك، محمد القطان، عبد الله الغنيم، وعمر عبد العزيز، بينما على الطرف الآخر فريق شباب الحورة والقضيبية يلعب بصلاح عبد الله كحارس مرمى، ويلعب بالرباعي سمير بشير، ماهر علي، زبير عيسى، وسهيم عيسى. بداية اللقاء كرات، دائما كرة القدم داخل الصالات تعتمد على الكرات القصيرة ودقة التمرير. كرة بحوزة الحورة والقضيبية، أول مباراة لكل فريق أكيد تحمل أهمية كبيرة، كل فريق يسعى لبداية اللقاء وبداية البطولة بأفضل شكل ممكن، أكيد الانتصار في أول لقاء يعطي بعض الراحة للفريق. 8 مجموعات، من كل مجموعة يتأهل فريقين، وبالتالي كل مباراة بحساباتها الخاصة. كرة أمامية، محاولة استخلاص وسيطرة، كرة أمامية، محاولة التقدم، كرات قصيرة من فريق شباب الحورة والقضيبية، محاولة تعود للخلف باتجاه سهيم عيسى، يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تشتيت أول في بداية هذا اللقاء. كرات قصيرة، دائما اعتماد على الكرات القصيرة والاعتماد كذلك على سرعة الأداء في كرة القدم داخل الصالات، محاولة كرة أمامية، ولكن حكم اللقاء يحتسب الخطأ، خطأ لمصلحة الرفاع الشرقي، لمصلحة القائد عمر عبد العزيز. كرة قصيرة، يلعب الكرة الطويلة الأمامية واستخلاص باتجاه حارس المرمى صاحب الخبرة صلاح عبد الله، يلعب الكرة الطويلة، محاولة الاستلام ولكن إلى خارج أرضية الملعب، يتعثر بدر فخرو وأيضا يتعثر مرة ثانية، يعني يبدو هناك عدم اتزان في اللقطة الأخيرة. بداية زمن الشوط الأول من هذا اللقاء، ودائما بطولات الصالات تعتمد على السرعة في الأداء، نشاهد اللون الأخضر واللون الأبيض والأسود في انتظار باقي الألوان. إصابة لحارس المرمى، كل السلامة لبدر فخرو، يصاب بسبب التعثر الأخير. تم افتتاح البطولة في يوم الأمس، مجموعة من المباريات، 4 مباريات أقيمت في يوم أمس، أهداف في كل المباريات وأهداف كثيرة كذلك في مختلف المباريات، دائما هناك بعض التفاوت في المستويات. كرة أمامية إلى خارج أرضية الملعب، لم نشاهد أي شيء إلى حد الآن، فقط تبادل الكرات القصيرة والأمامية. زبير بشير على تنفيذ ركلة الإدخال، كرة أمامية، محاولة استلام وتقدم ومحاولة المرور، يتمكن من ذلك، يتقدم يحاول المرور ولكن إلى خارج أرضية الملعب، تعود لمصلحة الرفاع الشرقي، أمامية، إلى بدر فخرو، كرات دائما قصيرة، هناك أخطاء وحارس المرمى
يحافظ على الكرة قبل أن تخرج إلى خارج أرضية الملعب. كرة أمامية، استلام من سهيم، محاولة الحورة والقضيبية، يسيطر، يحاول افتتاح التسجيل. كرات أمامية، محاولة، كرة قصيرة، محاولة التصويب، تصويبة، ولكن الاستخلاص في الأخير إلى خارج أرضية الملعب عن طريق محمد حمد مبارك. الواضح أمامك على الصورة، يبعد الكرة الأخيرة إلى ركلة إدخال. كرة وكرات قصيرة، محاولات التقدم من فريق الحورة وتصويبة إلى خارج أرضية الملعب، تقدم بالكرات ولكن التصويبة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. محمد القطان، هناك بطء في التحركات من جانب الفريقين، بالتالي يعني صعب أن نشاهد يعني فرص خطيرة مثل هذه اللقطات. كرة أمامية، استلام ومحاولة من سمير بشير، تعود إلى زبير عيسى، تصويبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. لمصلحة الرفاع الشرقي للخلف أو إلى خارج أرضية الملعب. اعتماد واضح على الكرات الطويلة الأمامية، أفضل بشكل نسبي بسيط فريق الحورة والقضيبية، ولكن دون وجود فرص خطيرة أو تصويبات على المرمى. محاولات، لم نشاهد حتى اللقطات الفنية وتناقل الكرات المعروف في كرة القدم داخل الصالات أو الفوتسال. محاولة، محاولة المرور من هذا اللاعب زبير عيسى، يتقدم، هناك سهيم، كرة أمامية، تصويبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. أول تسديدة في هذا اللقاء ولكن تذهب إلى خارج أرضية الملعب. محاولة، كرة أمامية، تقدم إلى زبير عيسى. هذا زبير، تستخلص وتعود مرة أخرى. سهيم يتقدم، محاولة، تصويبة، كرات قصيرة، زبير عيسى يتقدم، يحاول، كرة أمامية، جول لمصلحة الحورة، يتمكن من تسجيل أول أهداف اللقاء، كان هو الطرف الأفضل ويتمكن من تسجيل أول أهداف اللقاء. سوء تفاهم في اللقطة الأخيرة بين حارس المرمى والدفاع، يتمكن إذا من تسجيل الهدف الأول. واضح الحورة والأفضلية، الشاهد معي تصويبة الأخيرة، التمويه على حارس المرمى ويتمكن من تسجيل أول أهداف اللقاء. هدف كرة أمامية، محاولة التقدم، يحاول المرور، كرة عرضية ولكن تستخلص وتعود لمصلحة الرفاع الشرقي. كرة قصيرة، تعود الحورة، أمامية، تصويب، جول، يتمكن من تسجيل ثاني أهداف اللقاء بشكل سريع جدا. 2-0 إذا لمصلحة الحورة، خلاص الأفضلية واضحة، الأفضلية تتوج بالأهداف، يسجل ثاني أهداف اللقاء، ثاني الأهداف في يعني أول 5 دقائق تقريبا من زمن الشوط الأول. تمكن فريق الحورة من تسجيل هدفين، أفضلية واضحة، وبالتالي يعني التقدم أكيد مستحق لمصلحة الحورة. كرة أمامية، محاولة المرور، هناك فردية كبيرة في أداء الرفاع الشرقي، وبالتالي من الصعب عليه أن يسجل أهداف في هذا اللقاء. زبير عيسى يدخل فريق الحورة في أجواء المباراة ويلعب ويتنقل الكرات القصيرة والأمامية، وبالتالي من الصعب أن لا يفوز في هذا اللقاء. كرة أمامية، كرات قصيرة للخلف، سهيم عيسى باتجاه زبير عيسى، تناقل كرات كرة القدم داخل الصالات الفوتسال تكون بهذه الطريقة دائماً، تناقل الكرات القصيرة وأخذ المكان في انتظار الكرة، يعني في انتظار التمريرة القادمة. بالتالي يعني فريق الرفاع الشرقي يفشل في
في تحقيق هذه المعادلة، وبالتالي يتأخر ويعني ولا يهاجم حتى أو لا يشكل خطورة على المرمى، وبالتالي يتأخر بهدفين. شاهد السيطرة، كرة أمامية، ماهر علي يتقدم يحاول مرور، حكم اللقاء يحتسب الخطأ، حكم اللقاء يحتسب الخطأ لمصلحة فريق مركز شباب الحورة والقضيبية المتقدم بهدفين دون مقابل بأفضلية تامة وبأهداف كذلك. فريق الرفاع الشرقي فقط يعني يكتفي بتناقل الكرات، لا يوجد أي شيء إلى حد الآن. محاولة تصويبه ولكن إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية، ويواصل الفريق الأفضلية من خلال التصويبة الأخيرة. حارس المرمى متواجد بدر فخرو يتمكن من إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية تنفذ الخلف، محاولة التقدم، محاولة البحث عن المساحة، كرة أمامية، سيطرة واضحة وتامة من فريق الحورة والقضيبية. يحاول سمير بشير واحد من أفضل لاعبي هذا اللقاء إلى حد الآن، فريق الرفاع الشرقي يعني بدون ملامح إلى حد الآن، كرة وحكم اللقاء يحتسب الخطأ لمصلحة الرفاع الشرقي. الأخطاء التراكمية دائما تكون يعني مكلفة إذا ما صارت أكثر من 5 أخطاء، فبالتالي يعني تكلف الفريق الآخر ركلة جزاء. كرة أمامية، محاولة، سيطرة من سمير بشير إلى سهيم عيسى، كرات قصيرة. شاهد معي فريق الحورة والقضيبية يلعب براحة تامة من خلال هذا اللقاء، ينتصف الشوط الأول ويلعب براحة تامة بدون أي استعجال، ويتناقل الكرات بشكل ممتاز من القدم للقدم. كرة أمامية، محاولة، ولكن الاستخلاص بشكل مميز عن طريق القائد عمر عبد العزيز. تناقل كرات إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة الرفاع الشرقي. عمر عبد العزيز، كرة إلى خارج أرضية الملعب بدون حلول. فريق الرفاع الشرقي في هذا الشوط يحتاج للسرعة في الأداء، يحتاج للتفاهم أكثر والتحرك في المساحة، كل ذلك غير موجود. كرة أمامية تستخلص بضربة رأسية تعود إلى سمير بشير، يحاول إلى خارج أرضية الملعب، كرة أمامية، محاولة، ولكن تذهب إلى ركلة مرمى. تلعب الكرة الأمامية باتجاه المتقدم، ومحاولة استلام وتقدم، المساحة موجودة لمصلحة سمير ولكن تبعد إلى خارج أرضية الملعب عن طريق محمد مبارك، يبعد الكرة الأخيرة، يطلب التبديل محمد مبارك. ضغط كبير على فريق الرفاع الشرقي من خلال أول 11 دقيقة من زمن الشوط الأول، وأيضا تغيير بالنسبة لحراسة المرمى، خروج الحارس بدر فخرو حارس الرفاع الشرقي. ويترك المكان للحارس البديل بندر. بندر عبد الصمد يدخل في هذا التوقيت، محاولة تصويبه وتقدم، ولكن الإبعاد بعد ذلك. يضغط فريق الحورة والقضيبية، يسعى للتسجيل أكثر فأكثر من خلال زمن الشوط الأول. يدخل كذلك عصام أنور من جانب فريق الحورة، تغييرات بالجملة، محاولة، ولكن حارس المرمى بندر يحصل على الكرة الأمامية، تلعب ولكن تستخلص وتعود، كرة أمامية وتقدم، محاولة، ولكن تبعد قبل أن تدخل بشكل ممتاز. فريق الحورة والقضيبية في الطريق
نحو تسجيل الكثير من الأهداف في زمن هذا اللقاء. كرة أمامية، محاولة، مهارة فردية بشكل ممتاز تعود لمصلحة الفريق الأخضر اللي يأكل الخضر واليابس من خلال زمن الشوط الأول. محاولة، كرات قصيرة متبادلة ولكن تستخلص وتعود مرة أخرى. كرة أمامية، ضربة رأسية دائما لمصلحة فريق الحورة. كرة أمامية، محاولات، مجموعة من التغييرات. كرة أمامية تصل إلى عصام، تستخلص من عمر، عمر عبد العزيز خلف المدافعين بشكل ممتاز. التقدم ولكن الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. الإبعاد الأخير عن طريق البديل عصام أنور. ركلة ركنية، كرات قصيرة، محاولة تبعد إلى خارج أرضية الملعب عن طريق جمال عبد الحميد، أيضا أحد اللاعبين البدلاء. ركلة إدخال أكيد يجب أن تنفذ في أقل من 4 ثواني، نظام الفوتسال. لمصلحة الحورة، يتقدم، يحاول جمال، يحاول المرور، يلعب الكرة القصيرة، محاولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة أخيرة عن طريق سمير بشير ولكن تذهب إلى ركلة ركنية بشكل ممتاز. محاولة، ودائما الحورة يبحث عن تسجيل الكثير من الأهداف. كرات وتبادل وتهيئة وتصويب ولكن تبعد عن طريق حارس المرمى. شاهد معي السيطرة التامة من فريق الحورة والقضيبية. كرات قصيرة، مرور وأبعاد وتشتيت. خلاص فريق الرفاع الشرقة تصور يعني استنفذ كل ما يملك من لياقة خلال يعني أكثر من نص الشوط الأول بقليل، فبالتالي قد يعاني بشكل كبير في زمن الشوط الثاني. كرة أمامية، فريق الحورة والقضيبية بعد التغييرات لا زال يمتلك السيطرة و يعني بإمكانه تصور أن يسجل الكثير والكثير من الأهداف. كرات قصيرة، تتواصل التغييرات دائما يعني التغييرات تكون بشكل مفتوح، فبالتالي بإمكان يعني اللاعب أن يشارك في بعض الدقائق، يخرج للراحة ويعود مرة أخرى. جماهير قليلة متواجدة ولكن أتصور مع تقدم المباريات وتقدم الأدوار سنشاهد الجماهير بشكل أكبر في باقي الأيام. كرة أمامية، كرات قصيرة لمصلحة الحورة إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى عصام، كرة قصيرة إلى جمال عبد الحميد، يحاول المرور، كرة أمامية، محاولة، جول! ثالث الأهداف لمصلحة جمال عبد الحميد. مثل ما ذكرت الحورة والقضيبية في الطريق نحو الفوز والفوز بأهداف كثيرة، فبالتالي شاهد معي تبادل الكرات والتفاهم الكبير، عدم وجود أي تغطية دفاعية وكذلك يعني التلاعب بالدفاع الشرقاوي. يتمكن الحورة والقضيبية من تسجيل ثالث الأهداف. ما تصور راح يكون الهدف الأخير في هذا اللقاء ولا حتى الهدف الأخير في زمن الشوط الأول. انهيار واضح من قبل فريق مركز شباب الرفاع الشرقي على مستوى اللياقة، فبالتالي يحتاج المدرب لإجراء التغييرات. كرة أمامية، محاولة المرور، التقدم، السيطرة والتصويب ولكن إلى خارج أرضية الملعب. كرات أمامية، جمال عبد الحميد، شاهد معي التغييرات يعني تؤثر بشكل أفضل لمصلحة فريق الحورة. نشاط كبير في هذا الفريق.
إلى خارج أرضية الملعب. كرة أمامية، تقدم عن طريق عصام، يحاول يلعب الكرة القصيرة. دائما الكرات القصيرة هي الحل في كرة الصالات، التقدم والمحاولة، التمرير وأخذ المكان والدقة في التمرير، محاولة تبادل الكرات القصيرة ولكن يتأخر في التمرير، تعود لمصلحة الرفاع الشرقي بدون أي حلول، يعني فقط الاكتفاء بالتمرير. كرة أمامية، الحورة أمامية وقصيرة وجول، جول! يتمكن جمال عبد الحميد من تسجيل ثاني أهدافه في هذا اللقاء، وبالتالي رابع أهداف الحورة والقضيبية، والأهداف راح تزيد وتزيد وتزيد لمصلحة الحورة والقضيبية. فريق أفضل، أكثر تنظيم، أكثر لياقة. خلاص شاهد مع الرفاع الشرقي يلعب يعني في مناطق يعني غير قادر حتى على بناء الهجوم، عكس فريق الحورة والقضيبية يستخدم مختلف اللاعبين الموجودين في التشكيلة، حتى في التشكيلة الاحتياطية، ويتمكن من تسجيل الأهداف. سهيم عيسى يتقدم، كرة أمامية، يتقدم ويحاول سهيم تغيير الاتجاه والمحاولة، التغطية الدفاعية تعود. كرة أمامية لمصلحة الرفاع الشرقي، مجموعة من الجنس اللطيف متواجدة في هذه البطولة، الكل يحاول المساهمة في نجاح مثل هذه البطولات، وأيضا هناك بطولة للفتيات ضمن هذه البطولة، كل فئات المجتمع تشارك في هذه البطولات، وأكيد هدف سامي وهدف كبير للرياضة في مملكة البحرين مشاركة كل فئات المجتمع في مختلف البطولات. كرة أمامية، محاولة ولكن إلى حارس المرمى، تقدم وإلى خارج أرضية الملعب. نلعب في آخر دقيقة من زمن الشوط الأول، الحورة يتقدم بأربعة أهداف دون مقابل بأفضلية في الأداء والنتيجة، فروق واضحة وكبيرة لمصلحة فريق الحورة والقضيبية. كرة أمامية، حارس مرمى يحاول المشاركة في المرور، خطأ لمصلحة الحورة والقضيبية على التنفيذ، وليد فقير أحد اللاعبين البدلاء في تشكيلة الحورة، خطأ غير مباشر لمصلحة الحورة والقضيبية، يتواجد كذلك على التنفيذ عارف. كرة أمامية، محاولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. نلعب في الثواني الأخيرة لزمن الشوط الأول برباعية لمصلحة الحورة، في الطريق للزيادة، تصل للرفاع الشرقي، يتقدم الرفاع، يحاول المرور، أكيد أكيد لا يتمكن من ذلك. تصل إلى عصام، تغيير الاتجاه، محاولة لمصلحة الرفاع الشرقي، آخر ثواني زمن الشوط الأول، محاولة وخطأ، حكم اللقاء لا يحتسب أي شيء، تقدم، كرة قصيرة وتصويبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، آخر ثواني زمن الشوط الأول، وتأتي صافرة حكم اللقاء
بنهاية زمن الشوط الأول بأربعة أهداف دون مقابل لمصلحة فريق الحورة والقضيبية، على أمل لقاء بكم في زمن الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. نحن بحضراتكم لبداية زمن الشوط الثاني
من لقاء الحرة والقضيبية، كرة أمامية ولكن إلى خارج أرضية الملعب. الشوط الثاني من لقاء فريق الحورة والقضيبية وفريق الرفاع الشرقي، أكيد مراكز شبابية، نتحدث عن مركز شباب الرفاع الشرقي يواجه فريق مركز شباب الحورة والقضيبية المتقدم برباعية نظيفة. والهدف الخامس، الهدف الخامس كانت أكيد الهدف الخامس، ولكن هناك كان هناك بعض الشكوك، ولكن الكرة في المرمى. خامس أهداف فريق الحورة والقضيبية، يواصل الأفضلية. يبدأ بالألوان أو يلعب هذا اللقاء بالألوان الخضراء، متقدم بخماسية على فريق مركز شباب الرفاع الشرقي. كرات أمامية، محاولة تبادل الكرات القصيرة، تصل إلى عمر عبد العزيز، تستخلص وتعود دائما لمصلحة الحورة والقضيبية. استلام ومحاولة تقدم، وحكم اللقاء لا يحتسب أي شيء. كرة أمامية خاطئة، تصل إلى عمر عبد العزيز. فريق الرفاع الشرقي يعني أتصور بهذا الأداء ممكن يعاني بشكل كبير من خلال حتى باقي المباريات. متأخر بخماسية، ما شفنا أي شيء من خلال زمن الشوط الأول ولا حتى مع بداية الشوط الثاني، فقط يعني مكتفي بخوض المباراة. كرة أمامية، محاولة عمر عبد العزيز، كرات قصيرة تصل إلى عمر مرة أخرى، تقدم وكرة أمامية، محاولة أول أهداف اللقاء. جول! أخيرا يتمكن فريق الرفاع الشرقي من تسجيل أول أهداف اللقاء، أول أهدافه طبعا وسادس أهداف اللقاء. يتأخر بخمسة أهداف مقابل هدف. عبد الله الغنيم يتمكن من تسجيل أول أهداف مركز شباب الرفاع الشرقي. دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية وذوي الإعاقة والفتيات، الخامس لكرة القدم داخل الصالات. الكل يشارك في هذا المهرجان الرياضي في هذا الدوري. مجموعة من المراكز الشبابية، مجموعة من الأندية. كرة أمامية، عمر عبد العزيز يتقدم، ولكن تعود لمصلحة الحورة والقضيبية. متقدم بخمسة أهداف مقابل هدف. كرة تقدم ومحاولة المرور. ماهر علي يتقدم، ماهر ولكن تسديدة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية لمصلحة ماهر علي. كرة قصيرة ومحاولة الاستلام والمرور، محاولة التقدم الابعاد والتشتيت إلى خارج أرضية الملعب. كرات قصيرة لمصلحة الحورة والقضيبية. الحورة يتقدم، ولكن حارس المرمى البديل كرة أمامية، استلام بشكل مميز، الحفاظ على كل الكرات إلى خارج أرضية الملعب. كرة أمامية لمصلحة الرفاع الشرقي، يتقدم يحاول، ولكن الاستخلاص لمصلحة الحورة والقضيبية. المتقدم فرق أربعة أهداف، محاولة التغطية إلى خارج أرضية الملعب. كرة أو مباراة من طرف واحد، فريق الحورة يسيطر من بداية الشوط الأول ويتمكن من تسجيل الأهداف، يستخدم يعني أغلب اللاعبين البدلاء، فبالتالي ينجح في عمل كل شيء في كرة القدم داخل الصالات. كرة أمامية، محاولة المرور، التقدم، المهارة الفردية، ولكن يعني لم يكتمل الهجوم. كرة أمامية، تصويبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. بالأمس حامل اللقب تمكن من الفوز
في اللقاء الافتتاحي حول لقب فريق مركز شباب سافرة. تمكن من الفوز على مركز شباب المحرك، كرة أمامية، محاولات قصيرة، تقدم، تغطية دفاعية. محاولة وتصويبة ولكن إلى خارج أرضية ملعب. كرات لمصلحة الفريق الأخضر، الفريق الأفضل، الفريق المستحوذ. كرة قصيرة تعود إلى عمر عبد العزيز، كرة، محاولة، تقدم، تصويبة، ولكن صلاح عبد الله متواجد في المكان السليم. كرة ومحاولة، ست دقائق على بداية زمن الشوط الثاني من هذا اللقاء. 5 أهداف مقابل هدف لمصلحة الحورة والقضيبية. يحاول، يتقدم، وتصويبه، ولكن إلى حارس المرمى. عمر عبد العزيز يتقدم، ما في أي لاعب يساعد، يضطر العودة. فريق الرفاعة الشرقي يعني يعتمد على الكرات الطويلة، غير مفيدة في زمن هذا اللقاء. كرة أمامية، تقدم، محاولة، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. شاهد معي الفرق في المهارات الفردية من الجانبين، والفرق كذلك حتى في الجماعية. فريق الحورة والقضيبية يلعب بسرعة جيدة من خلال زمن هذا اللقاء، وتفاهم كبير كذلك. كرة أمامية، استخلاص، كرة أمامية، المحاولة، سهيم عيسى إلى ماهر علي إلى خارج أرضية ملعب. كرات قصيرة، كرات أمامية، تقدم ومحاولة، انفراد، جول أيضا عن طريق الحورة والقضيبية. يواصل تسجيل الأهداف، يواصل إمطار الشباك عن طريق اللاعب المتقدم في اللقطة الأخيرة سهيم عيسى. يتمكن سهيم من الانطلاق بشكل سريع، محاولة الهدف السابع، محاولة والعودة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. 6 أهداف مقابل هدف، في الطريق للزيادة أكيد لمصلحة نفس الفريق، لمصلحة الحورة والقضيبية. محاولة، كرة أمامية، تغطية دفاعية يعني غير موجودة في هذا اللقاء من جانب الفريق الأبيض والأسود. تقدم، محاولة، تصل إلى سمير بشير ولكن إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية، كرة أمامية والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. محاولات، سيطرة، سمير، كرة أمامية والمحاولات، شكل غريب يعني أسهل الفرص يضيعها اللاعب سمير بشير، أكيد بسبب يعني الثقة في تسجيل الهدف. ولكن على كل حال فريق الحورة يعني راهي في هاي المباراة، تقدم فرق 5 أهداف وأكيد بإمكانه أن يسجل المزيد، ممكن يصل الرصيد إلى 10 أهداف أو أكثر من خلال هذا اللقاء. كرة أمامية، محاولة، خروج من حارس المرمى إلى ركلة مرمى. تقدم ومحاولة، كرات، تصويبة، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة إلى خارج أرضية الملعب. عصام أنور يتقدم، عصام يبحث عن الزميل، إلى سمير، دائماً لمصلحة الحورة والقضيبية. 10 دقائق بقت على زمن الشوط الثاني واللقاء. كرة عرضية، محاولة،
استلام وسيطرة محاولة يتمكنوا سمير بشير يتفنن في إضاعة الفرص اليوم بعد ما سجل فريقه 6 أهداف. سمير يضيع هدفين متتاليين بشكل غريب جدا. سمير أكيد سيحاول التسجيل كرة أمامية أيضا عن طريق سمير إلى خارج أرضية الملعب كرة أمامية، ولكن حكم اللقاء وليد محمود يأمر بإعادة التنفيذ ركلة ركنية. كرات عصام أنور تصويبه تعود دائما لمصلحة الفريق الأخضر. بدون حلول فريق الرفاع الشرقي يعني خلاص يبحث عن إنهاء هذا اللقاء بأقل الأهداف المقبولة، بأقل الأهداف يعني ممكنة، هو قبل 6 أهداف يحاول أن يعني أتصور أن يتماسك في الوقت المتبقي. كرات قصيرة، كرات متبادلة، كرات دائما لمصلحة الفريق الأخضر. عصام ولكن حارس المرمى، ولكن بعد ذلك المتابعة عن طريق سهيم ويتمكن من تسجيل 7 أهداف. وقت مستقطع في هذه اللحظات من جانب فريق الرفاع الشرقي لمحاولة فقط عدم قبول الكثير من الأهداف. 7 أهداف لهدف أكيد أهداف كثيرة، ولكن يعني يحاول أن يسجل أو يقلص الفارق وفي نفس الوقت ماتي عليه الكثير من الأهداف. يعني 7 أهداف أتصور منطقية، وحتى فريق الحورة والقضيبية يعني بإمكانه أن يسجل أكثر، وكذلك كان ممكن أن يسجل أكثر عن طريق الفرص السهلة عن طريق سمير بشير. توجيهات، محاولة التماسك، جانب من الجماهير متواجدة في دوري خالد بن محمد للمراكز الشبابية، وتسجيل أهم النقاط. مباريات المجموعة الثانية بدأت بالأمس، فوز كبير أيضا لمصلحة النعيم على دمستان رغم وجود جماهير مركز شباب دمستان، كانت يعني العلامة البارزة في اليوم الأول من خلال التواجد والتشجيع، ولكن فريق دمستان لم يتمكن من تحقيق أي شيء في ذلك اللقاء، بالتالي في هزم في أول مبارياته. اليوم الحورة والقضيبية الرفاع الشرقي تقدم لمصلحة الحورة 7 أهداف لهدف كرة أمامية، والهدف الثامن على طول بعد الهدف بعد الوقت المستقطع يتمكن فريق الحورة والقضيبية من تسجيل الهدف الثامن، 8 أهداف اللقاء. مثل ما تكلمت في زمن الشوط الأول شاهد معي سهيم يساهم بشكل كبير في يعني زيادة الفارق. سهيم تقريبا سجل من 3 إلى 4 أهداف في هذا اللقاء كرة أمامية، وساهم في الكثير من الأهداف أيضا، فبالتالي واحد من أفضل لاعبي هذا اللقاء، 8 أهداف مقابل هدف. مباريات المجموعة الثانية الآن خلاص إلى حد الآن ضمان الصدارة لمصلحة الحورة رغم فوز النعيم بالأمس 6 أهداف لهدف، ولكن الآن الفارق إلى 7 أهداف قابل للزيادة أكيد. أيضا هناك لقاء سيجمع القرية وكربباد ضمن نفس المجموعة، المجموعة الثانية. كرة أمامية، محاولات، تبادل الكرات من قبل فريق الرفاع الشرقي يكتفي بتسجيل هدف واحد بدون وجود فرص واضحة وخطيرة على المرمى، بالتالي يستحق هذه النتيجة. كرة أمامية، محاولات، المرور والسيطرة من قبل ماهر علي، تستخلص وتعود تصويبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. كرات أمامية، محاولة عن طريق سمير بشير نجم الفرص الضائعة من خلال هذا اللقاء، أكيد قدم أداء ممتاز
وساعد في تسجيل الكثير من الأهداف، ولكن أضاع هدفين بشكل غريب. مثل هذه الفرص أكيد يعني ممكن أي لاعب يضيعها، ولكن التعويض يجب أن يكون في هذا اللقاء أو حتى في المباريات الجاية لمصلحة الحورة والقضيبية. كرة أمامية لمصلحة سمير، يحاول تصويب، جول جول. يأتي التعويض عن طريق سمير بشير صاحب الفرص الضائعة، ولكن الحين يتمكن من تسجيل تاسع الأهداف. تصويبة قوية بالقدم اليسرى، يتمكن من التعويض ويسجل تاسع أهداف الفريق الأخضر، الفريق الأفضل والفريق المتصدر حتى بعد نهاية هذا اللقاء في انتظار اللقاء القادم. محاولات، خمس دقائق متبقية على زمن الشوط الثاني، محاولة ولكن التصويبة تعود لمصلحة سهيم. كرة أمامية، كرات ومحاولات، استعراض في مثل هذا يعني في مثل هذا التوقيت غير مطلوب. الفريق متأخر بفارق كبير وكبير جدا، ويعني ما شفنا منه أي شيء. محاولة، تصويبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة عن طريق جمال عبد الحميد، سجل هدفين في زمن الشوط الأول. يلعب الفريق براحة تامة، فريق الحورة والقضيبية يستخدم كل اللاعبين، يستخدم يعني دكة البدلاء بشكل ممتاز، يعطي الفرصة ويركز ويزيد الفارق. كرة أمامية، استلام، محاولة، تشتيت على طريقة الملاعب الكبيرة. كرة أمامية، محاولة المرور، تقدم ولكن إلى خارج أرضية الملعب. محاولات لمصلحة الحورة، استلام وتقدم وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. كرات أمامية، محاولة المرور ولكن بعد ذلك الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. كرة طويلة تستخلص بضربة رأسية، آخر ثلاث دقائق لنهاية زمن الشوط الثاني واللقاء. كرات، محاولات، سيطرة واستخلاص ومحاولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. لاعب البديل عبد الرحمن أنس يضيع فرصة أتصور كانت سهلة لتسجيل الهدف الثاني لمصلحة الرفاع الشرقي، ولكن تذهب بشكل مباشر إلى خارج أرضية الملعب. عبد الرحمن أنس يحاول، يتقدم ولكن مبعدة إلى خارج أرضية الملعب. محمد مبارك يصل لمصلحة الفريق المتقدم وتستخلص إلى خارج أرضية الملعب. كرة أمامية، جانب من الحضور الجماهير المتواجد في صالة مدينة خليفة الرياضية، استمتاع بمثل هذه البطولات تقام داخل الصالات. أكيد أجواء باردة على عكس الأجواء الحارة خارج الصالة. كرة أمامية، كرات قصيرة، محاولة، التقدم ولكن دائما يعني يتأخر فريق الرفاع الشرقي في تنقل الكرات. محاولة التقدم، كرة أمامية، إبعاد إلى خارج أرضية الملعب. آخر دقيقة وأربعين ثانية لنهاية زمن هذا اللقاء، تسعة أهداف لهدف. محاولة، كرة أمامية، تقدم ومرور ولكن استخلاص
والابعاد الى خارج ارضيه ملعب. جمال عبد الحميد يتقدم، جمال يحاول، كرات قصيره. فريق الرفاع الشرقي يعني بمثل هذا الاداء اتصور من الصعب ان يعمل اي شيء. محاوله تصويبه ولكن تصطدم في العارضه وتذهب الى خارج ارضيه ملعب. اخر دقيقه لنهايه زمن الشوط الثاني واللقاء، 9 أهداف لهدف. يتقدم، محاوله ولكن تصويبه بعد ذلك الى خارج ارضيه ملعب. تصويبه مميزه عن طريق اللاعب المميز سمير بشير. محاوله، تقدم وكرات قصيره ولكن مبعده الى خارج ارضيه ملعب. يبحث عن الهدف العاشر، 9 أهداف مقابل هدف. الهدف العاشر في الطريق، كره اماميه الى خارج ارضيه ملعب. محاولات، كرات متبادله، كرات اماميه، تقدم ومحاوله، جمال، والهدف العاشر. الهدف العاشر، يتمكن من التسجيل في اللحظات الاخيره. فريق الحورة والقضيبية يلعب بدون رحمة في هذا اللقاء. الهدف العاشر يأتي عن طريق وليد فقير. شاهد معي وليد يلعب الكرة ويتقدم بعد ذلك، أو هذا اللاعب وليد. وليد فقير فعلا هو صاحب الهدف العاشر، الثواني الأخيرة، 10 أهداف مقابل هدف. صدارة وثلاث نقاط لمصلحة الرفاع الشرقي بعد الفوز المستحق أداء ونتيجة. سعدت بحضراتكم في هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم في لقاءات كروية قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا خالص التحية من القلب والوجدان من محدثكم حمد الشمال.